حلو قوي. ماشي، خلينا نروح للوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه من اسوان، ونهنيه النهارده على الفوز وانتصار منتخب مصر وصعوده لدور الثمانيه، وايضا على اللقطه الحلوه للقياده السياسيه ورئيس الدوله عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتابع النهارده مباراه منتخب مصر، عشان تعرفوا قد ايه الرياضه مهمه جدا للشعوب والرؤساء ولكل الشعوب وخصوصا الشعب المصري. خلينا بس نهني المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه بفوز مصر وصعود مصر الى دور الثمانيه. سياده الوزير الف مبروك. الف مبروك لينا كلنا يا كريم، والله يعني من خلال برنامجك بنهني الجهاز الفني والاداري والطبي واللعيبه بتاعتنا في المنتخب واتحاد كره القدم، هم اصحاب الانجاز وهم اللي عملوا نتيجه كويسه، فبتبارك لهم وتبارك للشعب المصري كله الحقيقه، لان الفرحه النهارده الحقيقه صور مراكز الشباب والانديه اللي بتتابع المباراه في مجموعات كبيره الحقيقه واصله لي على الموبايل، ففي فرحه عامه في الشعب المصري، فالف مبروك لينا كلنا الحمد لله. لا يعني عايز اشكر حضرتك طبعا واشكر وزاره الشباب والرياضه ان انتوا يعني عملتوا شاشات في كل مراكز الشباب، خليتوا الشباب المصري يتفرج على البطوله بدون مقابل، يعني برضو الناس بتعاني، واللي يروح يقعد على كافيه عشان يدفع له 20 30 40 جنيه، واللي مش عارف يروح فين ويدور على الديكوتر والاشتراك، فانتوا اديتوا الفرصه لكل شباب مصر من خلال مراكز الشباب في كل المحافظات. يعني انا مش بقول الكلام ده مجامله، احنا معانا الصور ومعانا ان انتوا اديتوا المصريين حق المشاهده في بطوله امم افريقيا ويتفرجوا على منتخب بلدهم بدون مقابل، ودي حاجه رائعه جدا. اشكرك يا كريم، وانا برضو يعني احنا حاولنا كسرنا الالف مركز شباب ونادي دلوقتي على مستوى الجمهوريه، لكن انا بقول برضو ومن خلال برضو برنامجك يا جماعه احنا محتاجين ايضا لسه شاشات تاني، وكل شركات القطاع الخاص ورجال الاعمال والمؤسسات المجتمع المدني لو تقدر تشارك معانا في هذه المبادره، نقدر برضو نوفر اماكن اخرى نحط فيها شاشات وندفع الاشتراك بتاعها ونجيب الاماكن للعرض، لان فعلا لسه برضه بيجي لنا طلبات من بعض الكرة وبعض المراكز عايزين يتفرجوا طبعا، لان الحقيقه المتابعه مهمه وجميله، واحنا كمان بدانا اجازه نص السنه بالنسبه لكل الطلبه والشباب وكده، فهيبقى المباريات الجايه كمان عليها طلب اكثر. يعني عندنا هو ثلاث ايام لغايه المباراه القادمه يوم الاحد ان شاء الله، خميس جمعه سبت، اللي يعني بيتفرجوا علينا دلوقتي رجال الاعمال المصريين الجمال اللي بيحبوا بلدهم وبيحبوا شباب بلدهم، عايزين كل واحد في قريته يقدر يجيب لنا شاشه في مراكز الشباب ديكودر نتفرج على ماتشات مصر. يعني دعوه من خلال وزير الشباب والرياضه ومن خلال برنامجنا كوره كل يوم ان دلوقتي رجال الاعمال تتحرك، اهو عندنا يومين ثلاثه، عايزين كل مصر تتفرج على منتخبها ان شاء الله في دور الثمانيه بدون مقابل يا باشمهندس. بالظبط بدون مقابل، وبشكرك على الدعوه دي من خلال برنامجك اكيد يا كابتن كريم. طيب حضرتك النهارده كنت يعني بتتفرج على المباراه مع سياده الرئيس في اسوان، واحكي لنا بقى عن انفعالاته وهو بيتفرج على الماتش وبيتفرج على منتخب مصر، وانا عارف ان هو كمواطن مصري بقى بيتفرج على الماتش بعيدا عن رئيس دوله. يعني الحقيقه طبعا يعني لا اخفيك سرا انك بتتفرج على مباراه، ومباراه صعبه زي مباراه غانا بحضور رئيس الجمهوريه، موضوع يعني يقلق وصعب يعني. ايوه لكن انا عايز اقول لك يعني بكل صراحه الرئيس والفريق نازل يعني وهم بيغادروا غرفه خلع الملابس ونازلين، الرئيس كان يعني بيقرا بعض الايات القرانيه بيدعي للفريق وربنا يوفقهم، ويعني فالحقيقه حسيت ان هو نفس شعور كل المصريين كل الناس اللي بتحب بلدها، اللي هو اول ما تبقى عايز حاجه وتتمنى حاجه بتدعي ربنا ان يوفق الناس، فالحقيقه وكان بصوت مسموع، فده يدل على انه الرئيس متفاعل مع الناس، ويعني واكيد طبعا اي رئيس دوله يحب شعبه كله يفرح، بيحب الناس تكون كلها سعيده والحاله المعنويه بتاعتها مرتفعه، وخصوصا ان احنا في فتره اعياد واجازات، فكان طبعا مهم جدا، وحسيت ان الرئيس مقدر جدا ان فوز المنتخب المصري بيسعد الشعب كله، واكيد كل رئيس دوله يحب شعبه كله يبقى سعيد. عايز برضه اقول ان يعني الرئيس السيسي بيدي رسائل للشعب المصري وللرياضيين، ويعني شايفينه الفترة اللي فاتت وعلى مر يعني من ساعة ما مسك الرئاسة، يعني الاسكواش بتكسب بطولة عالم يستقبلهم، محمد صلاح الفترة اللي فاتت يستقبلهم، النهارده بيتفرج على منتخب مصر وسط الشعب المصري والشباب في أسوان، يعني أعتقد بيدي رسائل مهمة جدا إن يعني إن القيادة السياسية وإن كل المسؤولين في الحكومة المصرية مهتمة جدا إن يكون إحنا ناجحين رياضيا في كل الألعاب مش في الكورة بس كمان. والله الحقيقه يعني بامانه شديده، ويمكن شفته الرئيس في عام 2016
قد ايه يعني الفعاليات اللي حضرها للشباب ومؤتمر الشباب وفي شرم الشيخ وفي فندق الماسا وفي كل اللقاءات اللي عملها مع مختلف انواع الشباب المتفوقين سواء رياضيا او فنيا او علميا او حتى مهنيا في كل حاجه، كان الحقيقه يعني متواجد بشكل كبير. ان احنا كمان المره دي الرئيس قرر انه يعني مؤتمر الشباب يتعمل في الصعيد واللي بيحضروا كل شبابنا من محافظات الصعيد المختلفه. أيوة. كمان جاء في توقيت مباراه مصر فيحضر المباراه. الحقيقه كلها حاجات زي ما انت بتقول يا كريم، رسائل مهمه جدا للشباب والرياضه، وانه الاهتمام القياده السياسيه بكل الامور اللي ممكن تكون الشباب بيهتم بيها وفي نفس كمان بتفرح الشعب المصري. فاعتقد كلها زي ما انت قلت كده بالظبط، هي رسائل مهمه في توقيتات مهمه في الاوقات اللي كل الشعب المصري متجمع. الحقيقه النهارده يعني الصور اللي شفتها في مراكز الشباب، انا عندي صوره جايه لي من نادي بلديه المحله، وصوره جايه لي من مركز شباب الجزيره، وصوره جايه لي من مركز شباب الجماليه وبعض مراكز اسكندريه وكفر الشيخ. انا مش مصدق ان هذه الاعداد كلها قاعده في مكان واحد. بقول يا رب طب هي الشاشه اللي بيتفرجوا عليها شكلها احنا يعني. عارضين الصور اهو والفيديوهات والله يا كابتن كريم من كل مراكز الشباب قدام 4000 و5000 واحد قاعدين. فبقول طب والشاشه يعني قد ايه اللي بيتفرجوا عليه؟ بس انا سعيد ليه بقى كريم؟ لان في اطفال شايله علم مصر فرحانه بالاهداف اللي مصر بتجيبها. لما مصر بتكسب بتحس كل الناس بتسقف وبتحضن بعض وبتهتف باسم مصر. كل دي حاجات مهمه جدا تخلي الرياضه يعني تزود الانتماء، والاطفال حتى الصغيرين هم شايلين اعلام وبيغنوا وبيهتفوا باسم مصر. كل دي حاجات مهمه. يبقى بالزبط. الرياضه ليها كمان يعني انعكاسات مهمه جدا على الحياه العامه في مصر وعلى الانتماء والولاء للشعب المصري. اكيد. عايز اخد توقعاتك بقى كرياضي وزير رياضي، والماتش الجاي مع المغرب بقالنا 31 سنة ما كسبناهمش، من سنة 86 أيام الكابتن طاهر أبو زيد لما جاب الهدف في الدور قبل النهائي بطولة الأمم. أنا كنت هنا في الملعب في الماتش ده. أنا كنت في الملعب وكان كنت في الملعب، والكابتن طاهر حاجة جاب جول رائع في بادو الزكي، وكان ماتش برضه مهم جدا، وهو ده اللي كسبنا كاس الامم الافريقيه 86. بس انا عايز اقول يعني ان احنا ما كسبناش يعني منتخب المغرب الشقيق من سنه 86، لكن احنا خدنا بطوله افريقيا 3 مرات وما كانش ظاهر فيها يعني في 2006 و8 و10. احنا لعبناهم في 2006 وتعادلنا معاهم وخدنا البطوله وخدنا البطوله، ولعبناهم في بوركينا فاسو مع كابتن الجوهري وخسرنا منهم، وخدنا برضو البطوله في 98. يعني انا قصدي المنتخب المغربي طبعا عنده يعني خبرات كبيره وعنده فريق جيد جدا، عنده مدرب متميز جدا. المدرب بتاعهم الحقيقه عنده خبرات كبيره ومدرب ذكي وكل حاجه، لكن احنا برضو الحمد لله فريق كبير وعندنا جهاز فني على اعلى مستوى وعندنا لاعبين تمتلك خبرات وعندنا اسم كبير في افريقيا لازم كل الناس تعمل حساب. انا اعتقد من وجهه نظري ان الفريق المغربي يخشى المباراه اكثر من الفريق المصري، واتمنى ان شاء الله التوفيق باذن الله، ولاعيبتنا لو لعبت باصرار وبالتركيز اللي ادوا بيه المباراه النهارده والحاله المعنويه بتاعه المدير الفني النهارده اعتقد ان تخليه يحط خطه كويسه ويحط ويجهز الولاد كويس لماتش يوم الاحد. اعتقد ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونفوز باذن الله. سياده الوزير خليني بقى اخدك للكوره شويه وفنيا طبعا. مين اللي عجبك من اللعيبه النهارده ورايك ايه في هدف محمد صلاح؟ لا عجبني كذا حد الحقيقه، لكن طبعا هدف محمد صلاح ده حاجه اسطوريه يعني بجد. يعني الواحد شاف ضربات حره كتير جدا، انما بالشكل ده ويعني اللي يفكر بالطريقه ديت ويشوف بوش رجله بالشكل ده حتى ما فكرش حتى يحطها من فوق الخيطه او حاجه، ويعني الحقيقه انا شفتها رائعه جدا ويعني التوفيق صاحبه، لكن الحقيقه هو كان كمان يقصد الكوره بشكل مهم جدا. انا كنت متوقع ان عبد الله السعيد اللي هيشوط الحقيقه، وتفائلت جدا لما لقيت محمد صلاح هو اللي بيشوط الكوره دي اول حاجه. الحقيقه خط الدفاع كله وحارس المرمى كانوا على مستوى عالي جدا، لكن انا حسيت النهارده ان علي جبر كان موفق يعني في حاجات مهمه وفي كور مهمه، لكن الحقيقه الاربعه كانوا كويسين. انما انا كمان شفت ان اختيار احمد فتحي انه يلعب ناحيه الشمال انا شفته اختيار رائع، لان اتسو لعيب تقيل وكان اعتقد ان اكثر لعيبتنا خبره وثبات للمستوى في الفتره اللي فاتت هو احمد فتحي سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب. احمد فتحي عنده خبرات كبيره ما تخليش يغلط في ضربه جزاء، ما تخليش اللاعب يعمل عليه ماتش عالي بحيث انه يهبط معنويات بقيه الفرقه، هيعرف يتعامل معاه. يعني انا اعتقد ان الاختيار كان ذكي جدا بغض النظر ان في ناس تقول لك ده في ناس موجوده احتياطي لعبد الشافي كان هي المفروض تلعب.
ما كانش المفروض يغير احمد فتحي، لا انا شايف انك انه هو الاختيار كان كويس. وقبل الماتش قلت الحقيقه انه الاختيار، انا شخصيا من الناس اللعيبه اللي اتسخ جدا في لعب احمد فتحي، انما كمان برضه ما انكرش يعني الحقيقه، وانا شايف انه عمل مباراه كويسه جدا النهارده. النني وطارق حامد كانوا كلهم كتيم ورك، كل الفرقه كلها ما شاء الله كانوا عاملين حاجه كويسه وكانوا بيخلصوا جدا، ودي حاجه مهمه قوي. فانك انت وانت قاعد بتتفرج بره حاسس مفيش حد مقصر، حاسس ان كل اللعيبه بتبذل اقصى مجهود، حاسس ان دي كوره ممكن تكسب ممكن تخسر، لكن اللي بيخليك قاعد بره مطمن ومستريح ومش متضايق انك تشعر ان كل لعيب في الملعب بيبذل اقصى مجهود عنده ونفسه وحريص جدا انه يخرج من الملعب كسبان ومحقق الغرض اللي نازل بيه ويسعد الناس، فدي بتسعدك جدا كموفق او مش موفق، دي حاجه بتاعت ربنا. طيب سياده الوزير، عايزين لو ربنا كرمنا وصلنا نهائي بطوله افريقيا، يعني حضرتك يعني نعمل رحله كده او رحلتين لجماهير مصر اللي هي تقدر تأزر المنتخب من الملعب لو في لو في الامكانيه يعني. اتمنى ذلك والله يا كابتن كريم، بس انا اعتقد ان المفروض شركات السياحه تبتدي تعمل حاجه زي دي وتجيب عروض كويسه وتعمل حاجه كويسه ان شاء الله، يعني يبقى انا اعتقد من السيمي فاينل، لانه ان شاء الله لو ربنا كرمنا في المباراه القادمه ورحنا السيمي فاينل اعتقد انه لازم الناس تروح، لانه بتلعب سيمي فاينل وثالث ورابع او سيمي فاينل وفاينل، ف ان شاء الله انا اعتقد تبقى مهمه. لكن خلينا نركز مع الماتش الجاي وان شاء الله ربنا يوفق والشعب المصري يفرح، لكن انا سعيد بالمبادره بتاعتك اللي من خلال برنامجك بتقول للناس. على فكره يا كريم انا برضو يعني معلش هستغل البرنامج بتاعك. اتفضل اتفضل براحتك اتفضل. وعايز اقول ان النهارده الشعب المصري بيتابع بطوله اوروبا للانديه الابطال، بيتابع دوري انجليزي، بيتابع دوري اسباني، بيتابع تصفيات كاس عالم، هيتابع كاس القارات ان شاء الله في شهر 6 الجاي في روسيا، يعني في فعاليات رياضيه كثيره جدا بيتابعها الشعب المصري. فانا حتى بقول لو نقدر نستمر ان بعض هذه الشاشات تكون مستمره، مش بس مباريات كاس الامم الافريقيه، لا لو نقدر في بعض المراكز تبقى موجوده طول السنه وندفع الاشتراك بتاعها، انا اعتقد ان ده هيساعد كتير جدا ان الشباب كمان يكون مطلع على كل الرياضه العالميه. انا عندي فكره ثانيه بس مش عارف حضرتك هتقول فيها ايه، يعني برضو عايز في قنوات اوروبيه كتير مفتوحه ممكن الشاشات دي نتفرج على القنوات الاوروبيه بدون حتى اشتراك. كويس قوي، ما هو اللي هيدير بقى، يعني انت لو موفر الشاشه وموفر الديكودر وموفر حتى الاشتراك العادي، المفروض بقى اللي بيدير هذه القصه يعمل الجدول ويحط ويقلق للناس ويحط في لوح الاعلانات في مراكز الشباب، لان في مباريات كذا هتتذاع يوم ايه ومباريات ايه، كل الناس الاعضاء في مراكز الشباب او الانديه وكده يشوف البرنامج ووقت يسمح ايه، ممكن يجي يتفرج على حاجه زي دي، ممكن النهارده ما يقدرش يروح بكره، واعرض عليه كل حاجه. انا زي ما انت بتقول انا بسمع في دوري الماني بيتذاع في حتت، دوري بلجيكي بيتذاع في حتت، منافسات اخرى التنس والحاجات دي بتتذاع في حاجات مفتوحه، فيبقى موجود وكل اداره تحاول تقدر الامكان، دي فيها تنميه برضه للموارد اللي موجوده في المركز، الناس تروح بتقعد في الكافيتريات بتقابل بعض، كل دي حاجات مهمه جدا وحياه اجتماعيه مهمه جدا، وتمارس رياضه برضه على هامش الحاجات دي كلها. انا شايف ان احنا يا دوبك يعني الوقت اللي جه ان احنا نشتغل كلنا مع بعض لصالح الشباب كله. سياده الوزير قبل ما اقفل مع حضرتك، رايك ايه في المنتخب العسكري اللي قدر يوصل للدور قبل النهائي لكاس العالم العسكري في سلطنه عمان، وعنده مباراه بكره ان شاء الله امام سلطنه عمان؟ اتمنى والله، يعني المنتخب العسكري بتاعنا دايما بيأدي يعني اداء طيب، دايما بيكسب كاس العالم العسكريه في اي مباريات كتير بيكسبها، فانا يعني اعتقد مباراه الجزائر اللي كسبوها بالهدف الرائع اللي جابه احمد الشيخ الحقيقه في اللحظات الاخيره او الدقائق الاخيره، اعتقد ده هيرفع معنوياتهم. أو الثانية، أتمنى إن شاء الله أنا متوقع بإذن الله يعني يفوز إن شاء الله ويكون يا رب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سياده الوزير طبعا خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، وبنبارك لك ومبارك لكل الشعب المصري على الفوز النهارده. خلينا نروح لفايز ثروت.